السلام عليكم. البداية بالإعلام المصري وبالتحديد قناة أون تايم سبور اللي داولت اليوم إمكانية انتقال لاعبنا الدولي نعيم السليتي لاعب الاتفاق السعودي للزمالك المصري. لسه مع نادي الزمالك بقى، ولكن المرة دي على الانتقالات زي ما احنا قلنا، مين على رادار الأهلي كان مغربي وعلى رادار الزمالك تونسي. كشفت وسائل الإعلام التونسية عن رغبة مسؤولي نادي الزمالك فيها التعاقد مع نعيم سليتي نجم المنتخب التونسي وفريق الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وده اللي أكد الصحف التونسية أنه تلقى اللاعب العديد من الاتصالات من جانب مسؤول نادي الزمالك من أجل إقناعه باللعب للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة. وأكدت صحيفة الصباح التونسية على أن اللاعب ضمن اهتمامات نادي الزمالك اللي بيسعى للتعاقد مع اللاعب من بعد ما رشحه طبعا فرجاني ساسي زميله في المنتخب التونسي، وبيسعى الزمالك لتدعيم مركز الجناح الايسر في ظل رغبه اشرف بن شرقي في الرحيل عن الفريق بسبب عدم الوصول لاتفاق على المقابل المادي. كما كنا نسمع مع بعضنا امكانيه انتقال نعيم سليتي الصيف الحاليه للزمالك المصري، لكن يندرى الانتقال هذا في صالح اللاعب ولا على خاطر بكنا نعرفوا اي حاجه في صالح لاعب دولي اكيد باش تكون في صالح المنتخب. نعيم سليتي 29 سنه، رغم انه يلعب في الدوري السعودي الا وانه قيمته التسويقيه على حسب ترانسفير ماركت وصلت ل 7 مليون اورو في اخر 5 مقابلات مع فريق الاتفاق، سجل 5 اهداف. يعني الاونه الاخيره اللاعب قاعد يمر فورما كبيره. الاتفاق الحدود الجوله 28 وقبل 4 جولات من نهايه الموسم متواجد في المرتبه 12 ب 31 نقطة، وعلى بعد نقطتين فقط من فريق الرائد اللي يلعب على تفادي النزول. يعني نجم نقوله الاتفاق فريق لعبنا الدولي نعيم سليتي 100% مازال يلعب على تفادي النزول. مقابل نادي الزمالك الحدود الجولة 22 من الدوري المصري متواجد في الصدارة ب 48 نقطة، على بعد نقطتين من فريق بيراميدز و7 نقاط من فريق الأهلي. الأهلي اللي مازال تنقصه 4 مقابلات، لكن مما لا شك فيه وكالمعتاد الزمالك المصري باش نلقاوه ينافس الاخر جوله من اجل مقعد الموسم القادم في رابطة الابطال الافريقي. هنا لو نحب نقارنه ما نقارنوش بين زوز دوريات، بين الدوري السعودي والدوري المصري، لانه تقريبا الزوز دوريات متقاربه، لكن نقارنه بين فريق يلعب على تفادي نزول وفريق يلعب من اجل مقعد للتشامبيونز ليج الموسم القادم. ولهنا الكفه ترجح الفريق الزمالك على فريق الاتفاق، وبالارقام من الافضل نعيم سليتي الموسم القادم او في الميركاتو الصيفي يكون متواجد مع فريق الزمالك. ولكن ما ثماش لاعب تونسي ينتقل لفريق الزمالك الا وصارت له مشاكل. حمدي النجاز انتقل للزمالك صارت له مشاكل، خرج رجع عاودت صارت له مشاكل. كيف الفرجاني ساسي ينهي عقده في الزمالك بمشاكل، يعني بخلاف الملاعبيه التوانسه كيف المغربي اشرف بن شرقي اللي حاليا يمر مع فريقه اللي هو بطبيعة الزمالك مشاكل. يعني فريق الزمالك خلينا نقوله فريق بكله مشاكل. ولو لاعبنا الدولي نعيم سليتي اللي قاعد يمر فترة زاهية مع فريقه الاتفاق قبل مونديال قطر، لو باش ينتقل للفريق الزمالك وتصير له مشاكل، من الأفضل انه يقعد في الدوري السعودي. ممكن ينتقل للفريق بالمردود اللي قاعد يقدم فيه الموسم الحالي، ينتقل فريق ترتيبه أفضل، على خاطر نعيم سليتي عنده من الإمكانيات باش يلعب في أي فريق في الدوري السعودي مهما كان اسمه. قعدوا مع الدوري السعودي وبالتحديد مع لاعبنا الدولي سعد بقير لعب أبها السعودي واللي عقده يمتد مع الفريق الحدود 2025. بقير منذ قدومه للفريق لعب 81 مقابلة، سجل 27 هدف وقدم 14 تمريرة حاسمة، بخلاف المستوى اللي قاعد يقدم فيه في كل مقابلة، المستوى اللي خوله باش توصل قيمته التسويقية على حسب الترانسفير ماركت ل 2.2 مليون أورو. عديد من الأندية الخليجية ترغب في خدمات اللاعب، أندية من دوري نجوم قطر، أندية من الدوري الإماراتي، لكن النادي الأقرب للظفر بخدمات اللاعب هو النادي الوحدة السعودي اللي قدم مبلغ قيمته 1.8 مليون أورو. على حسب موقع وينوين القطري يقول أنه نادي أبها وافق على الصفقة، وممكن الموسم القادم نلقاو سعد بقير بألوان فريق الوحدة السعودي. ننتقلوا لعبنا الدولي منتصر الطالبي اللي مؤخرا قام بحوار مع مجلة العربي
الجديد وحكى فيها على حظوظ المنتخب التونسي في مونديال قطر بتواجده في مجموعة المنتخب الفرنسي بطل العالم، المنتخب الدنماركي والمنتخب الأسترالي. ياسر الطالبي حكى على قدرات نجوم المنتخب الفرنسي، حكى على إمكانيات مبابي لاعب البي اس جي، خاصة حكى على إمكانيات كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، وقال عندي من الإمكانيات باش ما يوصلش كريم بنزيما يسجل في المقابلة اللي باش يلعبها ضد المنتخب التونسي. كنا نعرفوا المنتخب التونسي باش يواجه الديوك في المقابلة الأخيرة بعد المقابلة الافتتاحية ضد المنتخب الدنماركي والمقابلة الثانية ضد المنتخب الأسترالي. ممكن البعض باش يتهكم على تصريحات الطالبي ويرى فيها ثقة زايدة، كنا نعرفوا ثقة زايدة باش ترجع بالسلب على اللاعب وترجع بالسلب على الفريق، لكن وقت اللي مدافع باش يلعب وباش يحصر مهاجم كبير تصريحاته راهي ما تنجم كان تكون تصريحات ايجابيه باش تعطيه الثقه في روحه. شنو هي على سبيل المثال كنا نستناو في منتصر الطالبي او في تصريحات الطالبي؟ على سبيل المثال باش يقول والله يا كريم بنزيما مهاجم كبير، قال كريم بنزيما مهاجم كبير ومصمد امامه حتى الدفاع في العالم، نعرفوا دفاعات العالم الكل ما صمدتش امام كريم بنزيما. على سبيل المثال دفاع ليفربول، مان سيتي، البي اس جي في الشامبيونز ليج، كيف دفاعات الانديه في الليغا الاسبانيه، هذا الكل نعرفوه، لكن ما نتصوروش منتصر الطالبي باش يقوم بتصريح ويقول والله باش نحاول نحد من قدرات كريم بنزيما وباش نحاول نمنعه انه يسجل اقل اهداف ممكنه. بالعكس كل لاعب في المنتخب التونسي باش يواجه المنتخب الفرنسي الدنماركي الاسترالي يلزم يمن بالامكانيات نتاعه، من حارس المرمى للمهاجم 11 اللاعب على ارضيه الملعب يلزم يمنوا بامكانياتهم. شفنا المنتخب الشيلي على الورق كان افضل من المنتخب التونسي، المنتخب الياباني كيف على الورق كان افضل من المنتخب التونسي، لكن الاولاد وقت اللي امنوا بامكانياتهم شفناهم انتصروا على المنتخب الشيلي 2-0، كيف ينتصروا على المنتخب الياباني 3-0 وكانت المفاجأة وينتصر المنتخب التونسي ويفوز بكأس الكريم كاب. واللي صار في الدورة الودية هذا هو اللي يلزم يصير في مونديال قطر، على الورق وعلى الميدان المنتخب الفرنسي باش يكون أفضل منا كيف وكيف المنتخب الدنماركي. ممكن المنتخب الأسترالي في متناول المنتخب التونسي، لكن نفس الفكر المنتخب كيف الأسترالي يرى أنه المنتخب التونسي نوعا ما في المتناول. ش حبينا نقوله؟ ما تقللش من قيمتك ضد المنتخب الفرنسي والدنماركي وما تكبرش من قيمتك ضد المنتخب الأسترالي، كل مقابلة أعطيها قيمتها، كل فريق أعطيه قيمته وأعطيه حجمه، والعب الند للند. وفي الأخير رانا عارفين المنتخب التونسي راهو ما هوش باش يهز كأس العالم، المنتخب التونسي عمره تاريخيا لتأهل للدور الثاني، الأولاد يلعبوا ويعطيوا اللي عندهم، وكان ما تأهلناش للدور الثاني ما هيش أول مرة وما هيش نهاية العالم. فبحيث حظ موفق للمنتخب التونسي، حلقتنا اليوم وفات، وكالعادة متبقى كبش نقولكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس. وفي الختام البياري يقولكم سلام.